إطلالات وصيحات جديدة عم نشوفها بشتاء 2020، أفكار وألوان عم بتميز موضة هذا الموسم. لنتعرف أكثر على آخر صيحات الموضة لشتاء 2020 رح نكون مع الفاشن ديزاينر والستايلست داليا المصري، خليكم معنا. يسعد صباحك داليا. صباحك ديما. اليوم حابين نتعرف معك على آخر صيحات الموضة لشتاء 2020. حبيبتي شو عندك؟ عندي كثير أشياء طبعاً. أنا منقيت لكم كولكشن شوي صغيرة، مش جايبة كل القصص، بس اللي لقيته قدامي حطيت لكم. بدنا أكثر شيء ترند يعني بهالشتاء. رح أفرجكم 2019-2020 يعني شوي هم شبيهين ببعض، ما رح يكون في كثير اختلاف، بس رح أفرجكم هلأ إيش 2020 رح تكون. ويمكن كمان عم نلاحظ انه يمكن بال 2020 عم نلاحظ في تركيز اكثر على اشياء معينه اللي هي الجلد وهي الامور، صح؟ هلا في تركيز قد ايه في عندي اشياء انا الجلد، يعني اذا لاحظت اصلا انا لابسه بنطلون جلد عشان هذا الموضوع بالزبط. اليوم وهي جاكيت الجلد جاكيتك بيسطل حبيبتي. اوكي، فا الجلد عندنا كثير كثير ترندي، وعندك الفرو حلو. اوكي، هلا رح امر افرجيك القمايش واللي برنتس فيهم. حلو، خلينا نبلش. ابلش يا. نبلش بالجاكيتات لنفرد. اوكي اوكي، خليني ابلش من هون. عندك هذا الجاكيت جلد، هو بيسك بس الحلو فيه انه ضايفين له مثلا طاقيه، فكمان للشتاء يعني سبور وللشتاء مفيد. عاده جاكيتات الجلد الناس بلبسوها بالربيع او الخريف، هلا بتقدري تلبسيه لانه كمان ثقيل وبدفي بالشتاء. حلو، وتطلعي هدول الاحلى، يعني بتحسي يمكن هذا الشتاء لازم جاكيت الجلد يكون موجود عند كل البنات بكل امانه. لازم يكون في جاكيت جلد. حلو، واذا بدك الوان مش شرط بس اسود. صح، فجاكيت الجلد كمان العسلي. انا كثير حبيت طول جاكيتك، جاكيتك طوله مناسب، حسي كمان عملي بتلبسيه على اي شيء بتحطيه عليك وبتطلعي وللمحجبات. آه. يعني طريقه تنسيقك للبسه مع الجاكيت الجلد كثير ضابط. كثير كثير حبيبتي عيونك حلوين. افرجيك هذا الجاكيت، احكي لك شوي على هاي القطعه. هاي القطعه كثير ترندي، كثير حلوه، مش قماشتها اللي هي ترندي هاي السنه، القصه اللي هي احنا عم نحكي شوي قصه عسكريه بهدول الزرار. انا مش مزررتهم كلهم، بروح شوي يمكن رسمي شوي صغيره رسمي شوي أكتر. بس فيكي كمان تلبسيه على بوت عالي جينز، تقدري تلعبي شوي باللوك. ولاحظي في مخمل على ايديه، يعني عم نلاحظ يمكن اكثر من قماشه بتدخل بالقطعه الواحده. هذا كمان كثير ترند السنه انك تو ميكس القمايش عندك في بالقطع هاي. اوكي، من الاشياء اللي كثير كثير ترندي كمان 2020 اللي هو الفرو، بس الفرو المش الصناعي اللي هو مش طبيعي. فرجيكي هذا يمكن اللي بيجي شوي انعم انعم كثير، وانا اخترته يكون لونه قصه كثير حلو. بالضبط، كثير بحب حلو. الالوان الفاتحه خصوصا بالشتاء، يعني الناس بيروحوا دائما بيميلوا للغوامق، بس من جديد عم نشوف هيك في ضروري تلبس بنروح لشيء الزهر وهي الالوان الازرق. ومعظم مصممي الازياء ديما استعملوا الفرو الصناعي بعروض ازيائهم هاي. بس الشيء كثير حلو انه داخل فيه كمان شغل. صحيح، كثير حلو اذا بتلاحظي الستراس اللي عليه. يمكن الكاميرا تبين لنا اياه. صح، يعني حلو الالوان. بالضبط، الوانه على يمكن ما نشوف كثير فرو، بس يعني في قطع بدها تتميز. مزبوط، في قطع كثير مميزه. حلو، شو نفرجيكي كمان؟ الكوردوي اللي هو موضه كل الشتاء. صح، ما اظن انه الكوردوي بيروح، بس لاحظوا هاي الشتاء انه الجاكيتات البف اللي كنا نلبسهم عاده اللي بيكونوا ووتر بروف، هالمره عملوا منهم كوردوي. بس هدول داليا يمكن هيك نروح هلا لجانب انه ما بيلبقوا للكل، لانهم يمكن اوقات بنصحوا شوي. صح، مزبوط. هلا مش اي صبيه لازم تلبس هذا الكوردوي، لانه عاده زي ما قلتي شكل الجسم بحكم. صح، هلا مش معناته اذا انا اعطيناكم هاي الترندز اللي طالعه انه لازم نلتزم فيها. بالضبط، شو بلبق على جسمك هذا هو الترند. صح، اللي بتعتمديه. انا دائما هذا اللي بحكيه انه ما تلحقوا الموضه اذا مش مناسبتك، الحقي الشيء اللي بيناسب جسمك هذا احلى موضه رح يطلع. صح، هلا هون في شيء جلد بس فكره ثانيه ولون ثاني. احكي لك على هذا، هذا مش انا قلت لك الجلد ما تتقيدي فيه بالاسود. لاحظي هذا بني ومنقط اسود، كثير كثير حلو. بتقدر تلبقيه على فستان مثلا له كسرات بتلبسيه لانه هو قصير. صح، كثير حلو، فكثير حلو بدل ما تحطي بلت. شفتك حاطه تنوره كثير حلوه. صحيح، فبتطلع كثير يمكن طولها. مزبوط، حلو. انا التنوره هاي مثلا كنت مفكره فيها بهذا الشكل مع هاي، فيك تلبسيها مع تيشيرت، فهذا بتطلع ترندي. هاي التنوره مع كسرات شويه كعب او بوت رياضه، يعني بتقدري انت هذا اللوك تستعمليه يا بالليل
يا بالنهار. حلو. فأكثر من شكل. دول كتير حلوين يعني. كمان التنانير اللي هلأ قلتيها الكسرات بتجنن كتير حلوة. كمان الترند كتير 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 هاي الشتوية اللي هما الكوتس الطوال. كل دائماً اللي بنلاقيه كل سنة إحنا يمكن. بالضبط. وبنلاقيه عند كل حدا. عند كل حدا. وكل ما كان الكوت طويل كل ما كان أحلى ويمكن هيك كمان شيك أكتر. أرتب تلبسيه على فساتين على جينز اللي بدك إياه. الكوت بغير لك كل اللوك. يعني هلا هذا مقاسه شوي هذا جميل بس جميل بعدين هم اوفر سايز اصلا هلا كمان الموضه اوفر سايز بالضبط كمان اجت لنا هاي الموضه الاشياء الواسعه وهيك فبتطلع حلوه ومريحه كمان 100% احلى شيء فيها هاي لما تشوفوها على اللبس كثير 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 مرتبه هلا هي بتبين انها تريننج بس تريننج يعني لطلع تريننج تطلع فيها وانت يعني واثقه من حالك انه اللبسه كثير حلوه مش لشيء بالبيت ابدا يعني انت هاي بطلع فيها دفنت بروح طبعاً. فيها على كافيه صح دفنت لي مش الشغل حسب طبعا طبيعه الشغل بس انه بقدر حلوه البسها اذا بدنا نروح هيك سريعا نعطي هيك الترند بالشنطات شنط لانهم كثير حلوين اذا ملاحظه انت انا حطيت لكم هاي الشنطه هاي اللي هي شنطه خطر كيف اللي انا لابسها حلوين اكثر شيء مفيد وعملي هاي لوين بنروح فيهم انا بروح فيها للشغل لانه بحط فيها الاشياء الضروريه ايش انت شو بدك تحطي بالاخر الموبايل مصاريكي وإشي من الميك اب وبنقدر نضلنا فيها داليا بس ما بتلقيميها فعشان هيك مريحه ما بتضلك تفكري وين شنطتي اتركها ضاعت الان هاي كبيره شوي هاي كبيره شوي وكمان بس بتنفع طلع كيف الحلو فيها انه بتنفتح عندها سحابين كمان عمليه اكثر من اللي انا يمكن هاي بتخيلها هيك لسفر هاي ضروري هاي ما عمريكش تسافري بدونها بالضبط والحلو فيهم انه معظم هم تقدر تقيمي هاي وتستغليها تصير شنطة صغيرة حلوة يس حبيت حلوة كتير شايفة ولابقة للبس كتير لابقة عن جد كتير لابقة حلوة بدي أحكي لك شوي بس عن الشوز بالترندز اللي هلأ هذا أهم مقطع هذا أهم مقطع كتير كتير السنيك ترند كلها هاي السنة للأواعي وللشوز بتقدر تلبسيها وعلى فكره بلبق على كل شيء يعني اللبسه اللي انت هلا لابستيها هاي ديفينتلي بتيجي عليها صح. نفس الشيء اذا لاحظتي جبت كعب حبيبين. منها هدول بيسكس والبوتس هذا البوتس مهم عند كل بنت بتقدر تستعمليه لشيء يومي وبروح على رسمي حسب اللبسه اللي انت لابستيها لنفرض تنوره قصيره او على قميص بيجي عليه كثير مرتب حلوين في كمان سوري هذا كثير ترندي اللي هو زي البوات الجيش صح فهدول بوات الجيش لحظي فيهم كعب مريحين كثير كثير مستحيل يخربوا يعني وكل عملي يوم وكل يوم عملي كثير حلوين كثير اخر شيء بس بدي اعطيك اياه شوفي هدول الطواقي بالشتويه بتحب تلبسي الطواقي كثير 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 بحب الطواقي حلوه كثير بتجنن عليك حلوين فالطواقي هدول كثير عمليين وبيلبقوا كمان يمكن نقدر نلبسهم كل يوم بدل الاكسسوار تستعمل الطاقيه او السكارف كاكسسوار حلو يس ده اللي بدي اشكرك على كل هاي الافكار اللي كثير حلوه شكرا لاستضافتك الي وبتمنى اكيد كمان المشاهدين يكونوا استفادوا واستمتعوا بهاي الفقره اللي اكيد انا كثير استمتعت فيها انا ثانك يو شكرا لك شكرا لك شكرا ثانك يو وعوده لاستوديوهاتنا في برنامج هوانا الوطني